السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من خالص قلبي أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن حال. ونذكر نفسي وإياكم أنه دوام الحال من المحال. نهاية النشرة، إلى اللقاء. الجمعة في الليل أنا نورمالمون تنوجد الفيديو اللي غادي نلوح غدا السبت في القناة، وكنقرا وكنتفاجأ بالخبر ديال وفاة الصحفي صلاح الدين الغماري اللي كيشتغل بالقناة الثانية غني عن التعريف. ما غاديش نجي نقول لكم شكون هو ولا فين تزاد وفين تزاد وشنو قرا وشنو كيدير. الصحفي اللي دخل القلوب وبيوت جميع المغاربه وسكنها بالطيبوبه ديالو وبالخوف ديالو وبالحب ديالو لهذا البلد ولهذا الوطن ولهذا الشعب. وهذا الشيء اللي بان لنا كاملين خلال الفتره ديال الجائحه ديال كورونا اللي كتوري نورمالمون المعدن ديال كل واحد كيبان في الشده. بانت المعدن ديال صلاح الدين الغماري الله يرحمه، بانت التمغربيت ديال صلاح الدين الغماري الله يرحمه، وبانت الحنكه والكفاءه ديال صلاح الدين الغماري الله يرحمه. انا انسان عرفتي شنو خدمه الدار، الدار الخدمه. هذاك الغوت ديالو وهذاك كان بحال الاب اللي خايف على وليداته، كان بحال الام اللي خايفه على وليداتها. بغاه الله، هداه الله، الله يرحمه، ما عندنا ما نديرو. وهذا تيبقى دائما درس لانه نرجعوا لنفوسنا، نرجعوا للذوات ديالنا، نرجعوا لله سبحانه وتعالى، نرجعوا للحوايج اللي خصنا نرجعوا ليها. بنادم ضعيف دغيا كنساو. اما اللي غادي الشهره في التلفزيون عمرها قصير جدا، صافي اليوم كدوز غدا تنساو كنساو، غدا تنساو كنساو. ولكن ابت 2020 الا وانها تخرج، او هي مازال ما خرجتش، تعطينا درس اخر، تعطينا صفحه اخرى على انه الدنيا فايته وحتى حاجه فيها ما كتدوم. وبما انه حتى حاجه فيها ما كتدوم خاصنا نعملوا ونديروا على قبل شي حاجه اللي غادا تدوم لينا ديما، الدار الاخره اللي نسال الله عز وجل انه يتقبل عنده ويفرح به ويتجاوز عنه ويفتو عن السؤال ويجعل ليه في كل عمل قام به اي مواطن مغربي في هذه الجائحه هذه من وقايه ومن توعيه. وكان سبب فيها صلاح الدين الغماري تحسب ان شاء الله في الميزان المقبول. 2020 فقدنا فيها بزاف الناس، وسيرتو في الناس اللي كنقولوا انهم شباب وكنقولوا انهم بعاد شويه على الموت، ولا كنقولوا مسكين باقي صغير ولا مسكين. كان صحيح ناسين من بالنا انه الموت ما كتفرقش ما بين الصغير والكبير وما بين الصحيح والمريض وما بين القاري والمقاري وما بين الخدام والمخدامش. صورت الفيديو اللي كان خصو يتلاح وبالي مع صلاح الدين الغماري اللي خصني نهضر عليه. من عادتي كنهضر في المواضيع ديال طوندونس حتى كيفوت عليهم شحال، لانه كنبغي نهضر على شنو انا باغي نهضر عليه وكنبغي نبارطاجي معاكم. بغى الله خدا الله، اكيد كل واحد فينا عنده مجموعه من الناس فقدهم في هذه السنه هذه. فقدت هشام جاموسكا والدربنا اللي كبرنا معاه وكان بحال خونا الكبير. الصديق سفيان تعرفت عليه في الفيسبوك رحمه الله، حتى هو كان معانا من داء السرطان. احد الاصدقاء اللي حتى هو مدينه الرحمه هنايا مات بسبب حادثه سير بالموطور ديال سي 50. تلاقيت معاه مثلا واحد يومين وثلاث ايام قبل، تسالمنا صافا صافا، وكان اول لقاء وكان اخر لقاء، واخا قلنا نتلاقاو ان شاء الله. والله يرحمه كان تيوجد البرنامج وفرحان به انه يوجد المغاربه ويتواصل معاه مره اخرى. ما كتبش كذلك، ما عرفتش انا هذا الفيديو واش كتب تشوفوه او لا، او لا واش مكتب انني نتواصل معكم في فيديوهات اخرى. فجاه كنلقى التصويره ديالو وهو وحداها فوق منها الخبر ديال الوفاه ديالو. صوتكم على ما اظن انه غادي يكون شي حاجه مرتبطه بالانتخابات. كل واحد فينا تيدير على قبل غدا وناسين هاد اللحظه هذه اللي حنا فيها دابا. يعني كلمات كتخربق ما كاتب والو كالعاده بلا مونتاج بلا حتى شي حاجه. جيت نخوي عليكم قلبي لانه كنشوف راسي انا في صلاح الدين. صلاح الدين هو داك الشخص اللي كنت كنتمنى انا نكون، واللي سبق وعطانا واحد المحاضره في دار شباب الحي الحسني في 2002 على ما اعتقد، محاضره على دور الشباب في الاعلام. كانت منظمه الجمعيه المغربيه للتربيه والثقافه. شخص ما شاء الله متمكن ودارس وواعي وكيوصل الميساج وكيتكلم بواحد السلاسه وكيدخل الخاطر
عنده غيره على هذا البلاد وعلى الشباب ديال هذا البلاد. يعني قسما بالله يعني تتكلم عن 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 تجربه وعن لقاء مباشر مع صلاح الدين العمري الله يرحمه الله يوليه برحمته. انا كنت باغي ندير صحافه والاعلام كيف ما قلتها في واحد الفيديو اخر سبق وما قدرتش. كنت باغي ندير صحافه والاعلام باش انا نقدم الاخبار باش انا ندخل بيوت ديال المغاربه ونتعرف ونشهر. ما كتبش وكنت كنشوف فيه راسي وكنت كنشوف فيه قدوه، خاصه انه من بعد ما عطانا ديك المحاضره زاد التشبت والرغبه ديالي في انني وليت انا صحافي ندخل هذا الميدان هذا، لانه كان يعجبني من صغر هذا الميدان هذا. ما تمكنتش وكنت دوزنا معاه الفترة ديال الحجر الصحي وتنقول يا ريت كون كنت انا تما، ولكن كون كنت انا تما ما غاديش ندلي البلاء اللي بلا هو، ما غاديش ندخل قلوب المغاربة كما دخل هو كما اثر فينا هنا وطرق كبير وصغير. كنت كيقول لك ضوء دير لنا صلاح غنتفرجوا في صلاح، نسينا سمية القناة الثانية. الاخوان اللي عنده شي عزيز يقرب منه، اللي عنده شي عزيز يتصالح معاه ويتسامح معاه، اللي عنده شي واحد قريب ليه وباغي يبقى قريب منه في اسوء لحظاته وفي احسن لحظاته، لانه ممكن الدنيا تخطفو منك في رمشة عين في ديك الساعه ما يبقاش لك شنو غادي تدير سوى الذكريات سوى الحسرة سوى الأماني ديال يا ريت يا ريت كون درت هادي يا ريت كون درت هادي. صلاح الدين العمري اللي ما عرفت كلشي تقريبا تيقولها فيه زوينة يعني، وهذا دليل على أنه السيد داير بلاصتو لا على الصعيد المهني ولا الصعيد الشخصي ولا الصعيد الشعباوي، لأنه شريته دابا راه تفوق. هو كان تيقول ما تخرجوش كورونا ما تزاحموش ديروا لكم، مع ذلك المرض باقي كاين والحالات في ارتفاع، وكتشوف الصور ديال الجنازه ديالو كيفاش كانت. الله يرحمه الله يرحمنا الله يرحم ضعفنا الله يرحم قله الحيله ديالنا والهوان ديالنا على الناس اللي كيتساونا وحتى كنموتوا عاد كيتفكرونا. فقط رساله نبغي نوصلها لكم هو انه الدنيا واحد المرحلة واحد فترة صغيرة غادي ندوزوها من أجل أننا ندوز واحد مرحلة أكبر بل دائمة. نتمنوا أننا نتعظوا بهذا الموقف فجأة، لأنه أنا كنهضر دابا ممكن دابا بق الله يرحمه شوية بوستات في الفيسبوك وشوية بكاء وهذا ومن بعد صافي. تسامحوا ترحموا تحابوا وتهادوا وتناصحوا. الله يرحمه الله يوسع عليه والله. شكرا لكم اللي سمعتوني، شكرا لكم اللي قبلتوا عليا هذه الوقيته هذه. هذا مكان تبقوا على خير.